أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. هي رحلة هاجرت فيها سيدي، أحداثها جلت عن الإحصاء، عطرت طيبة سيدي بمجيئكم وملأت كل الكون بالأضواء وبنيت مجتمعا يفيض محبة ومودة يخلو من البغضاء. يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء وأعد لأمتنا سوالف مجدها واكتب لها نصرا على الأعداء واحقن دماء المسلمين جميعها لنكون يا ربي من السعداء. أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، من رحاب نفيسة العلوم، من جوار آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث الأسبوع الثقافي الثاني في يومه الثالث، والذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفقه الله وسدد خطاه وأعانه على نشر دين الله بالوسطية التي دعا إليها ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، يبدأ لقاؤنا والذي يحمل عنوان الشباب حقوقهم وواجباتهم، يبدأ بتلاوة للقارئ الشيخ كارم الحريري، ثم يحاضر بمشيئة الله تعالى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم، وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد محمود العدل، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن آل البيت الأطهار، ويختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة في أوقاف القاهرة، ونحن في ضيافة فضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. ولا يمكن نبدأ هذا اللقاء إلا بهذه البشارة لكل مصري. ورد أن السيدة نفيسة رضي الله عنها لما فاضت روحها الطاهرة إلى ربها تبارك وتعالى، أراد زوجها
إسحاق المؤتمن أن ينقلها إلى البقيع لتدفن هناك، فطلب المصريون منه أن يبقي على جسدها وأن تدفن في مصر الطاهرة، لكنه أبى. فبات المصريون ليلة ثقيلة، وإذا بالصباح يأتي بالخبر والبشارة والسعادة: إسحاق المؤتمن يوافق على أن تظل السيدة نفيسة في أرض مصر الطاهرة. ما الذي حدث يا مؤتمن؟ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا إسحاق، لا تعارض أهل مصر في نفيسة، فإن رحمة الله تتنزل عليهم ببركتها. فهنيئاً لأرض مصر وهنيئاً للمصريين جوار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، الشباب قوة، الشباب بناء، الشباب عطاء، الشباب فداء، الشباب أمل وعمل، الشباب حاضر الأمة وبناة مستقبلها. لذلك عني إسلامنا بالشباب عناية فائقة، حافظ على أبدانهم وحافظ على عقولهم وأفكارهم، احترم نفوسهم ومشاعرهم ورغباتهم. لذلك لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا بعقول شبابها المستنيرين وسواعدهم وأفكارهم وإيمانهم الحقيقي في الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، نبدأ بما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوما لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، اقرأ علي. قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري، فتح الله عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك
قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله. محمد رسول
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر باسم الله الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن أنت الذي صورتني وخلقتني
وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى، واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري، ونحن هنا في رحاب نفيسة العلوم في جوار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك تحت عنوان الشباب حقوقهم وواجباتهم في اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي الثاني الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، العلماء أطباء الناس على الحقيقة، ينقلون الناس من شاطئ الجهل إلى شاطئ المعرفة، ومن التخلف والتأخر إلى التقدم والبناء، إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، فتح الله عليه فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب، وعجزت العقول عن إدراك ذاته، وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد بألوهيته، الأزلي بأوليته، الأبدي بآخريته، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد ولد آدم، سيدي يا رسول الله. فاللهم صلِّ أعظم صلاةٍ تليق بذاتك على خير خلقك سيدنا محمد، صلاةً لا نضلُّ بها ولا نشقى، صلاةً نصفو بها ونسمو ونرقى، صلاةً ترضيك يا ربنا وترضي بها عنا نبينا وترضى بها عنا. أما بعد، ففي هذه البقعة المباركة النورانية التي التقت فيها القلوب على موائد الذكر وموائد التوعية والتجلية للتحلية والتصفية، وفي رحاب سيدتنا صاحبة هذا المقام السيدة نفيسة، نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها، أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الأوقاف والقائمين على هذا البرنامج التوعوي البنائي الذي يبني ويمنع الهدم، ويقدم ويمنع التأخر. وهذا هو منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الوقفة في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المبارك وفي هذا المكان المبارك مع الشباب، حقوق وواجبات مع الشباب. الشباب هم طاقة تحرك هذه الأمة إلى الأمام ونحو الصعود. الشباب
هم أعظم ثروة تقوي سواعد الأمة. الشباب كانوا ولا يزالون لهم الصدارة، فعلى عواتقهم قامت الحضارة. لذلك اصطفى الله أنبياءه عليهم السلام من الشباب، فالشباب مرحلة عمرية بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة والكهولة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. اصطفى الله من الأنبياء شبابه، أو من الشباب أنبياءه، فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان شبابا كما نعلم. إن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وسيدنا يوسف كان في ريعان شبابه حين تحمل المسؤولية. وسيدنا إسماعيل عليهم جميعا السلام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين تحمل أمانة الرسالة كان في مرحلة الشباب. هذه المرحلة لفت إليها القرآن الكريم ناظر القلوب، حتى في قصصه، في قصة أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم. إذن الشباب ركيزة كبرى عني بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت على عواتقهم مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر لما آزر سيدنا رسول الله كان في عمر 37، وسيدنا أبو بكر في نفس العمر تقريبا، وسيدنا عثمان 34 سنة. كان هؤلاء الرجال وهذه الأركان الفتية، وسيدنا علي كان في العاشرة من عمره، هذه الأركان الأربعة التي حملت على عواتقها سقف الدعوة إلى الله ليبلغوا حقوق الأمة عليهم، فكانوا مثالا عظيما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة شبابه كان يؤدي الحقوق والواجبات، حتى قبل الرسالة كان يقدم لمجتمعه صلى الله عليه وسلم، كان يعمل في التجارة لا يتواكل، وكان معروفا بالأمانة، إصلاح سلوكي يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجتمعه ليؤدي حق المجتمع عليه. الأمين صلى الله عليه وسلم، القوي الغني صلى الله عليه وسلم، التاجر صلى الله عليه وسلم، المتواضع صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: ما من نبي إلا رعى الغنم. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: رعيتها على قراريط لأهل مكة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وهو من؟ هو سيد الدنيا والآخرة في مرحلة شبابه. نحن نريد أن نتأسى بسيدنا رسول الله، نؤدي حقوق أبنائنا عليها، علينا حقوق أبنائنا، يجب علينا أن نكون أوعية قلوبهم على تجلية الوصل بسيدنا رسول الله. فإذا اتصلت قلوب أبنائنا بسيدنا رسول الله حدثت الاستقامة بنور سيدنا صلى الله عليه وسلم. وأي ميل
وأي انحراف، وقد ارتبطت مواجد أبنائنا، وقد ارتبطت مسامع أبنائنا، وقد ارتبطت عقول أبنائنا بسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. محمد، إذا ذكرت الاسم فاحتشمي، وقف جلالا وعظم ذكر هاديك. محمد، أما تعي ما قد نطقت به؟ أما تعي ما قد نطقت به؟ من أجله خلق الأكوان باريكا. إذا اتصلت قلوبنا بسيدنا رسول الله وغرسنا حب سيدنا رسول الله، أرى أن ركيزة الحقوق تنطلق من حب رسول الله. فإذا وصلت القلوب بسيدنا النبي اقتدت، وإذا اقتدت ألفت، وإذا ألفت صفت، وإذا صفت علت، وإذا علت ارتقت، وإذا ارتقت اتقت، وإذا اتقت تجلت، وإذا تجلت هامت وعلت في الأنوار. وتلك ركيزة الحضارة، حضارة أخلاقية نغرسها في قلوب أبنائنا. أعظم واجب حضاري في التاريخ أن نعلم أبناءنا محبة سيدنا رسول الله. قصوا على مسامعهم طهارة السيرة المحمدية، فقلوب أبنائنا وشبابنا أوعية، والقلب وعاء يصب فيه أو تصب فيه منافذ متنوعة. علموا أولادكم ذكر الله، قراءة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الجوف ثقب مفتوح على القلب. علموا أولادكم نور القرآن حتى يضيء قلوب أبنائنا. سيدنا النبي روض الشباب، روضوا أبناءكم، لا تعاملوهم بالقسوة. سيدنا النبي أتاه كما نعلم شاب يستأذنه في الزنا، فانتهره الصحابة، فقال لهم رسول الله: مه أدن مني، أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك، لابنتك، لخالتك، لعمتك؟ والشاب يرد: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. والنبي يقول: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على قلب هذا الشاب: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فقام الشاب مستقيما ولم يلتفت إلى مثل ذلك بعده. علموا أولادكم مكارم الأخلاق، فهذا أعظم حق. علموا أولادكم محبة سيدنا رسول الله. قصوا على مسامعهم قصة سيدنا سواد. سيدنا سواد لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصف الجيش، استوي يا سواد، ضربه بقدح في بطنه، فقال: أوجعتني يا رسول الله وأريد القصاص منك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه، فارتمى سواد في بطن رسول الله تقبيلا، فقال: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: علمت ما حضر إلينا الآن، يعني من المعركة، وأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. قصوا على مسامع أولادكم ذلك. علموا أولادكم الحضارة، علموهم العلم. قصوا على مسامعهم قصص الفارابي لينهضوا في العلوم.
جابر بن حيان عالم الكيمياء، ابن الهيثم والخوارزمي علماء الفيزياء والأحياء والجغرافيا علموهم ذلك حتى يجابهوا بالعلم أعلى موجة فكرية تتحدى الإسلام وهي الإلحاد. اغرسوا في قلوبهم العقيدة الصحيحة حتى يردوا على الملحدين بالعلم الحديث. فنحن الآن نخترق ونحتاج إلى جذور حماية فكرية نحصن بها أبناءنا. في نهاية المطاف أتوجه بخالص الشكر إلى وزارة الأوقاف وإلى الأئمة الأفاضل في مسجد السيدة نفيسة، فضيلة الدكتور على الله، فضيلة الدكتور محمد وغيرهما من سادتنا العلماء، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم الهداية إلى صراطه المستقيم. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم، وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف، ونحن هنا في رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث اليوم الثالث في الأسبوع الثقافي الثاني الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، الناظر إلى هجرة سيدنا رسول الله يجد حضوراً مشرفاً للشباب، فهذا عبد الله بن أبي بكر، وهذا عامر بن فهيرة، وهذه السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. ومما يحسب لوزارة الأوقاف أنها تستعين بشبابها الأكفاء دعوياً وإدارياً. الآن إلى كلمة فضيلة الشيخ محمد محمود العدل إمام مسجد السيدة نفيسة، شرح الله صدره وأجرى على لسانه الحق الذي يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن هذا الموضوع وهو حقوق الشباب وواجباتهم موضوع من الأهمية بمكان، وذلك لأن الشباب عماد الأمة وقلبها النابض ودمها المتدفق، هم سر نهضتها وعنوان تقدمها. فبالشباب تتقدم الأمم، وبالشباب ترقى المجتمعات، وبالشباب تبنى الأوطان،
وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. فالشباب قوة وعطاء ونماء، ولذلك نجد أن الإسلام اهتم بالشباب اهتماما بالغا، فنجد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب، في سن الأربعين، سن اكتمال الشباب. وكذلك حين شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه إلى الإسلام كان في سن الشباب، وعمر رضي الله عنه كان في سن الشباب. فالشباب هم الذين وقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وآزروه. فمثلا ونحن نحيا في هذه الأيام المباركة في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملنا في هذا الحدث لوجدنا أن الهجرة إنما نجحت بفضل الله تبارك وتعالى أولاً، ثم بفضل ثلة طيبة مباركة من الشباب. فبداية حينما أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجهر بالدعوة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذباً قط. قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تباً لك سائر هذا اليوم، ألا هذا جمعتنا؟ ثم بعد ذلك اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه مجنون. في النهاية لم يستجيبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف لعله يجد قلوبا حانية، فوجد قلوبا أشد من القلوب التي وجدها في مكة، فلم يكن أمامه صلى الله عليه وسلم إلا يثرب. فهنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضع مستقبل الدعوة بين يدي شاب من الشباب لم يتجاوز 25 من عمره، إنه سيدنا مصعب ابن عمير، مصعب الخير، وذهب إلى يثرب وأجرى الله تبارك وتعالى الخير على يديه، وجاء الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه واحدة. الثانية: من الذي نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليخادع المشركين ويأخذ بأبصارهم ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه شاب صغير، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من التي كانت تجهز الطعام وتأخذه وتذهب به إلى الغار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ إنها السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أجمعين. من الذي كان يزود النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعلومات يكون في مكة ثم بعد ذلك يذهب إلى الغار ليزود النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعلومات؟ إنه سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الذي كان يأخذ أغنامه ويذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلب لهما فيشرب رسول الله ويشرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ هؤلاء كلهم كانوا ثلة طيبة مباركة من الشباب، كانوا في عمر الشباب.
فنصر الله بهم دينه، ونصر الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الله تبارك وتعالى بآيات تتلى في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في شأن مثل هؤلاء الصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الشباب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، رجال شباب أقاموا للإله نفوسهم فكسى وجوههم الوسيمة نورا، نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا، جلسوا يناجون الحبيب بأدمعٍ تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، صبروا على مر البلا شكروا له عند الرخا، فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويحافظ عليهم ويرشدهم، يعاملهم بالرفق واللين، وكان دائما ما ينصحهم يخاف عليهم من فتن الشهوات والشبهات، وينادي عليهم يخصهم بالذكر ويقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان قادرا على الزواج وتكاليف الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وسترة، إن استطاع أن يتزوج فليتزوج، فمن لم يستطع عليه أن يحافظ على نفسه بالصوم فإن الصوم وقاية وسترة ويقرب العبد من الله تبارك وتعالى، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان يعاملهم بالرفق واللين كما تفضل فضيلة الدكتور، فلما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم: فعلينا أن نتعلم من هدي رسول الله وندعو دائما لأبنائنا ولا ندعو عليهم، فلا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم عسى أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الشباب ويتعامل معهم ويقدم لهم النصيحة ويضع الشاب المناسب في المكان المناسب. وفي النهاية أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الأوقاف، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه، فهو يهتم اهتماما بالغا بالشباب ويضع الشاب المناسب في المكان المناسب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يحفظه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهت وجوه القوم يا خير الورى، ومضيت أنت بعزة وإباء، ومع الذي قد نالكم من كيدهم ها أنت أحمد سيد الأمناء. للقوم عندي يا علي ودائع،
أنا لا أخونهم وهم أعدائي، نمي علي كي ترد ودائعا، أعظم بكم من قمة شمائي، أعظم بهذا الخلق أين مثاله، أعظم بها من منة ووفائي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. شكرا لفضيلة الشيخ محمد محمود العدل، إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث اليوم الثالث في الأسبوع الثقافي الثاني الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحبة الأكارم، ونحن نحتفل بهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن نتذكر هذا الملمح الإيماني، إنه حب الوطن. نبينا صلى الله عليه وسلم يقف على مشارف مكة دامعا، والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ونظرت خلفك والدموع غزيرة، يا أرض مكة أطهر الأرجاء، يا بقعة عند الإله عزيزة، وكذاك عندي بل وأنت دوائي، والله إن حبك يجري في دمي، لكن قومك قرروا إقصائي. أيها الأحبة الأكارم، ختاما لهذا اللقاء الطيب، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، فتح الله عليه فتوح العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. يا هجرة المصطفى طافت بوجداني، يا تسعى إلى يثرب، تسعى إلى يثرب، تلك التي فرحت بالقادمين.
تشدو خير الحال. نهجر الدنيا كما هجروا ديارهم ورضوا بالموطن الثاني. هاجر إلى الله واشرب رحيق الهدى تقوى وإيمانا. إني لأشكو هوى نفسي لبارئها والله شكوانا ونجوانا. سيدي يا رسول الله محمد من أنا من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور يسر به بل كان ذا النور في محياه وكان بالعلم والآداب متصفا. إن الإله على آداب رباه سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي. سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي.
تعطى القبول وترفع عن لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. والفضل لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثالي. والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طاغ العزيز الغالي. والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طاغ العزيز الغالي. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. يا روضة يلي فيك تجلي، يا روضة يلي فيك تجلي، من العلالي نزل تملي على ضيوف الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الأكارم، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني، حيث اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي الثاني الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، عملاً بسنة سيدنا رسول الله، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف. الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. الشكر للقارئ الشيخ كارم الحريري والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. كان معنا من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة في مديرية أوقاف القاهرة. كنا ضيوفاً على فضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. غداً بمشيئة الله تعالى يتواصل اللقاء. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.